مشاهدي شبكة التلفزيون النهار، برحب بيكم في حلقة جديدة من النهار نيوز. اسمحوا لي أكون معاكم في جولة إخبارية رياضية نتابع فيها أهم وأحدث ما ورد اليوم في الصحف الرياضية العربية الإفريقية المحلية وأكيد العالمية، والبداية دايما بأهم وأبرز العناوين. لكن قبل ما نروح لأهم وأبرز العناوين أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الـ SMS، والرقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم في رغبة الألترس في عدم تكريم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن. نطلع لأهم وأبرز العناوين. رسميا الجبلية تقاضي الشركة المنظمة لودية السنغال لاسترداد 500,000 درهم. البدري يرفض بديل لصالح جمعة ويكتفي ب 21 لاعب. الزمالك يرسل شكوى بريرة للفيفا خلال 24 ساعة. 100,000 جنيه عقوبة الاعتراض على الحكم والخروج عن النص في الأهلي. الزاكي يراقب مروان الشماخ لإعادته إلى المنتخب المغربي. وتشيلسي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام. دائما بالاخبار المحليه، لكن قبل ما نروح لجولتنا الاخباريه المحليه احب افكركم بالتواصل معنا عن طريق الاس ام اس، والرقم بيظهر اسفل الشاشه. شاركوا معنا برايكم في رغبه بعض من التراس النادي الاهلي في عدم تكريم التوام حسام حسن وابراهيم حسن. ونروح لاخبارنا المحليه ونبتديها مع الجبلايه وازمه السنغال. والجبلايه تقاضي الشركه المنظمه لوديه السنغال استرداد 500,000 درهم. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رفع دعوى قضائية ضد الشركة المنظمة لمعسكر المنتخب الوطني الأول في الإمارات خلال شهر أكتوبر الماضي، يطالبها بمبلغ 500,000 درهم إماراتي قيمة ما تم صرفه من جانب الاتحاد من تكاليف المعسكر التي كان من المفترض أن تدفعها الشركة. ويتمثل هذا المبلغ في قيمة تكاليف إقامة المنتخب في أحد الفنادق هناك، بجانب تذاكر استخدام منتخب زامبيا للإمارات لإقامة الودية الثانية، بجانب إيجار ملعب المباراة. كان الاتحاد قد رفع دعوى قضائية من قبل للمطالبة بمبلغ 100,000 دولار قيمة الشرط الجزائي بسبب اللقاء مباراة السنغال. والبدري يرفض بديل لصالح جمعة ويكتفي ب 21 لاعب. تمسك حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعدم ضم بديل لصالح جمعة لاعب النادي الأهلي والمصاب بمسقن في الخلفية واستبعاده عن التصفية الإفريقية بالسنغال، والمقرر إقامتها في الفترة من 29 نوفمبر ل 12 ديسمبر المقبل. أكد البدري أنه ضم 22 لاعب تحسبا لإصابة أي لاعب، وهو ما حدث بالفعل بخروج صالح جمعة، وسيتم الاعتماد على 21 لاعب الموجودين في معسكر الفراعنة بالسنغال، فيما أدى المنتخب الأولمبي مرانا خفيفا اليوم بالسنغال تجنبا للإرهاق استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري الأحد المقبل في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا المؤهلة. ولسه مكملين أخبارنا المحلية وبنوصل لنادي الزمالك وأزمته مع فيريرا. والزمالك يرسل شكوى فيريرا للفيفا خلال 24 ساعة. يرسل نادي الزمالك الشكوى المقرر تقديمها ضد البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خلال 24 ساعة. ويعكف مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي لتجهيز الملف الكامل الخاص بالشكوى لإرساله للفيفا، وبدأ اتخاذ الإجراءات الخاصة بمطالبة الخواجة بسداد الشرط الجزائي في عقده. وكلف رئيس نادي الزمالك عضو مجلس الإدارة هاني زادة بتجهيز الملف الخاص بالشكوى، وعقد الأخير جلسة مع نصر الدين عزام المستشار القانوني للزمالك بخصوص القضايا الدولية لتجهيز الملف الكامل. We'll be right back.
ومن أخبار نادي الزمالك لأخبار النادي الأهلي وقرارات المدرب الجديد بيسيرو، 100,000 جنيه عقوبة الاعتراض على الحكم والخروج عن النص في النادي الأهلي. قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي بيسيرو بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وضع بند في اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها يقضي بخصم 100,000 جنيه من كل لاعب حال الاعتراض على الحكم بصورة غير لائقة أو الاحتكاك بالخصم. جاء ذلك بعد ما شهدوا الموسم الماضي من تجاوزات من بعض اللاعبين مثل إيقاف وليد سليمان 4 مباريات في مباراة الأسيوطي بسبب اعتراضه بطريقة غير لائقة على الحكم، كما أن حسين السيد تم إيقافه أيضا 4 مباريات بسبب قيامه بالبصق على حكم مباراة بتروجيت بالدوري في الموسم الماضي، بالإضافة إلى رمضان صبحي بعدما وقف على الكرة في مباراة السوبر وتم حرمانه من مكافأة البطولة. ونروح لأخبار حفل النادي الأهلي المقام حاليا في الأهرامات وإجراءات أمنية مشددة لتأمين حفل رعاية الأهلي. خصصت وزارة الداخلية 3 كمائن في مداخل منطقة الأهرامات لمنع دخول أي شخص لا يحمل دعوة لحضور حفل توقيع عقد الرعاية بين الأهلي وشركة صلة السعودية. وتقوم قوات الداخلية بتفتيش كل السيارات والمدعوين تأمينا للحفل الذي يشهد حضور عدد من الشخصيات العامة أبرزها المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية الأولى وهي جولة الأخبار المحلية، ومعدنا دلوقتي مع فاصل، لكن قبل الفاصل أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الاسماس والرقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم في اعتراض بعض من ألتراس النادي الأهلي في تكريم الثنائي التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن في حفل اليوم من حفل توقيع شركة صلة مع النادي الأهلي حفل توقيع الرعاية. ونروح دلوقتي لفاصل ونرجع مرة تانية مع الأخبار العربية. ابقوا معنا.